الرابع عشر من يونيو العام 1807، وصول الإمبراطور لأرض المعركة خارج مدينة فريدلاند شعر بالفأل الحسن، خاصة وأن اليوم هو الذكرى السابعة لانتصاره الساحق على النمساويين في مارينجو، المعركة التي أرادها الإمبراطور لإنهاء حرب التحالف الرابع على وشك البدء. ذكرى انتصار فرنسا الأولى في معركة أوسترليتز، وصل الإمبراطور نابليون إلى وارسو للهجوم على الجيش الروسي الأول بقيادة جنرال بنكسن، العقبة الأخيرة بينه وبين السلام وإنهاء حرب التحالف الرابع. حاول نابليون تدمير الجيش الروسي في ديسمبر 1806، لكنه فشل لأن الجيش الفرنسي فقد عامل المنورة بسبب سوء الأحوال الجوية ونجاح الروس في الهروب مرة أخرى. قرر نابليون قضاء الشتاء في بولندا تستريح قواته وتستعد لحملة 1807. في هذه الأثناء مارشال ني تقدم بقواته في اتجاه هيلزنبرغ لإيكاد أماكن مناسبة لقواته لقضاء فصل الشتاء هناك، لكنه تفاجأ بقوات روسية وبروسية تحت قيادة بنكسن في هجوم شتوي مفاجئ. ني استطاع الهروب، وبناء على طلب نابليون بدأ بالتراجع غربا لإغراء بنكسن بالمطاردة في الوقت اللي يتحرك فيه نابليون شمالا لقطع طريق تراجعه، لكن أحد حاملين الأوامر لني تم الإمساك به من قبل الروس، واستطاع بنكسن الهروب شرقا مرة أخرى. لكن مطاردة الفرنسيين استمرت حتى وصول الروس على مقربة من مدينة كينزبرغ التي رفض أن هي تسقط بإيد نابليون، وأرسل للحامية البروسية لتساعده في المعركة ضد الفرنسيين. طارت معركة إيلاو في 7 و8 من فبراير 1807. ظروف جوية سيئة سببت انخفاض للرؤية وفوضى بخطوط الاشتباك اللي أدت لخسائر كبيرة في الطرفين. كانوا الروس على وشك هزيمة الفرنسيين، لكن هجوم ملحمي لخيارة الحرس الإمبراطور الجرنادير أشيفال بقيادة مارشال ميور أنقذ اليوم، واستطاع الفرنسيين انتزاع النصر من أنياب الدب الروسي، لكن مارشال ني علق على المعركة بأنها مذبحة دون أي نتيجة. بعد المعركة تراجع الجانبين للاستراحة والتعافي من الخسائر، وبدأ الفيلق العاشر المؤسس حديثا تحت قيادة مارشال لافيرف بحصار دانزيج والاستيلاء عليها لتأمين جناح الفرنسيين من أي هجوم بحري من بحر البلطيق. مع بداية الصيف وتحسن الظروف الجوية بدأ نابليون بحشد قواته مرة أخرى والاستعداد لحملة جديدة، لكن بنكسن شن هجوم مفاجئ على قوات مارشال ني في 5 يونيو، واستطاع ني الهرب بمناورة عبقرية مرة أخرى. فقد بنكسن عامل المفاجأة وبدأ في التراجع شرقا مرة أخرى، محاربا عدة معارك في مؤخرة جيشه أثناء التراجع، لكن توقف لمواجهة الفرنسيين في هيلزنبرغ التي قام بتحصنها جيدا، وأفقد الفرنسيين ما يقرب من 10,000 جندي، لكنه تخلى عن المدينة وبدأ بالتراجع مرة أخرى شرق نهر إيلي. نابليون ظن أن بنكسن هيتراجع في اتجاه كينزبرغ كما فعل في الشتاء الماضي، وبدأ بالتقدم باتجاه المدينة تاركا مارشال لان على جناحه الأيمن والذي اصطدم بالجيش الروسي قرب فريدلاند. في 13 يونيو وصل تقرير من قوات الاستطلاع الروسية لجنرال بنكسن بوجود فيلق فرنسي بمدينة فريدلاند. بنكسن وجد في ذلك فرصة سانحة لهجوم خاطف لتدمير الفيلق الفرنسي والتراجع مرة أخرى قبل وصول الدعم للفرنسيين. بدأ الروس بعبور النهر ودفع الفرنسيين خارج المدينة. مارشال لام بقواته المكونة فقط من 16,000 جندي بدأ بالاشتباك مع الروس في معركة التراجع، مخفيا عدده الحقيقي خلف مشاته الخفيفة، وبدأ بإطالة أمد الاشتباك قدر الإمكان بعد أن أرسل الإمبراطور عن اشتباكه مع القوات الرئيسية للجيش الروسي. مع دخول الليل توقفت المعركة، وبدأ الروس ببناء مزيد من الكباري لتسهيل عبور قواتهم. فبنكسن يريد تدمير فيلق لان قبل وصول الجيش الفرنسي، لأنه في خطر أن يقاتل ومؤخرة قواته للنهر، بجانب أن أحد الجداول المتفرعة من النهر بيقسم قواته إلى نصفين. في هذه الأثناء بدأت طلائع قوات الدعم الفرنسية بالوصول لأرض المعركة،
واحتلال مواقع على ميمنة وميسرة قوات مارشالان. مع أول ضوء بالنهار بدأت الخيالة الروسية بالهجوم على ميسرة الفرنسيين لإخراجهم من قرية هنريكستورف، لإعطاء مساحة للقوات الروسية للمناورة بعيدا عن النهر. لكن الخيالة الفرنسية بقيادة جنرال جروتشي قاتلت الروس لما يزيد عن ساعة في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة وأجبرتهم على التراجع. في هذه الأثناء وصل فايلق مارشال مورتير لأرض المعركة واتخذ موقعه في القلب، في حين أن الروس قاموا بشن هجوم على القوات الفرنسية الموجودة في غابة سورتليك، ودارت معركة حامية الوطيس استطاع الروس فيها دفع الفرنسيين خارج الغابة. مع انتصاف النهار وصل نابليون إلى أرض المعركة، وبعد تقييمه للوضع علق قائلا: ليس من الممكن أن نمسك العدو مرتكبا مثل هذا الخطأ مرتين، مشيرا للوضع الاستراتيجي والميداني السيء للقوات الروسية. بدأ بإعطاء الأوامر بخطته التي تقضي باتخاذ قوات ني الميسرة، وعلى ميسرة ني قوات مارشالان، الفانفل الاحتياطي الفيلق الأول بقيادة جنرال فيكتور الذي يقود الفيلق بالإنابة عن برنادوت المصاب بجانب الحرس الإمبراطوري، وتم حشد جزء كبير من الخيالة في الجناح الأيسر بالقرب من هينريكستورف. الهجوم الرئيسي سيتم على ميسرة الروس لحصارهم بالشريط الضيق بين النهر والجدول المتفرع منه. الخامسة مساء بدأ الهجوم الفرنسي بغطاء من المدفعية الفرنسية بتقدم قوات مارشال ني ودفع الروس خارج الغابة، لكن مع خروج القوات الفرنسية من الغابة وقعت تحت ضغط نيراني قوي بجانب الهجوم الشرس من الخيالة الروسية وأجبر نية على التراجع. في هذه الأثناء قوات جنرال فيكتور بدأ بالهجوم على القوات الروسية مرتكزا على ميسرة قوات ني مدعومة ببطارية مكونة من 30 مدفع التي بدأت بإطلاق النيران من مدى قريب، موقعة خسائر كبيرة في القوات الروسية وأجبرتها على التراجع تجاه المدينة. في هذه الأثناء بدأت قوات الحرس الإمبراطور الروسي بالهجوم المضاد لإنقاذ الموقف وإعطاء فرصة للجيش الروسي بالتراجع، لكن تحت القصف المدفعي الحاد للفرنسيين بدأت تشتعل النيران بالمدينة بجانب بعض الكباري التي بناها الروس في الليلة السابقة، مما صعب عملية التراجع. نابليون وجد في هذه فرصة حاسمة للهجوم الشامل، فأمر القلب والميمنة بالهجوم الشامل على القوات الروسية. على إثره بدأ الروس بالتراجع بشكل فوضوي، مات أعداد كبيرة جدا من الجنود غرقا وداخل المدينة المحتركة. مع انهزام الروس في فريدلاند تخلى البروسيين عن مدينة كنزبرغ. في خلال أيام طلب الروس وقف إطلاق النار، والتقى الإمبراطور الروسي ألكسندر الأول والإمبراطور الفرنسي نابليون على طوف في نهر نيمن بالقرب من مدينة تلسيت. عدة أيام أمضى الإمبراطور الفرنسي والإمبراطور الروسي الصباح في مناقشة هوايتهم، تبادل الميداليات وتكوين صداقة بينهم، وفي المساء تم التناقش في الأمور السياسية. نتج عن لقائهم معاهدة تلسيت اللي نتج عنها تحالف بينهم وانضمام روسيا للحصار القلري اللي كان هدفه وقف التجارة مع بريطانيا في موانئ أوروبا. أما بروسيا فقد تم التفاوض معها على حدة وإجبرها على توقيع معاهدة مذلة فقدت على إثرها ثلث أراضيها لتتكون دوقية بولندا ومملكة ويستفاليا اللي جيروم أخو نابليون الصغير نصب ملكا عليها. وهكذا انتهت حرب التحالف الرابع. شكرا لمشاهدة حلقتنا عن معركة فريدلاند. لمتابعة باقي السلسلة ولمزيد من الوثائقيات يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس، ولدعم القناة يرجى مشاركة الفيديو، ولاقتراح الفيديوهات يرجى زيارة صفحتنا على الباترون. كنتم مع فن الحرب، دمتم بخير.